تألقت النجمة السورية سوزان نجم الدين في فيلم أنا وأنتي وأمي وأبي، واللي فاز مؤخرا في فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي. الله يخليك يا خالد، ابننا طرفة عشقان. وين بنتك الحيواني؟ يا كبر فكرة لا حيواني بروس. كل ما حكى مع حبيبته مثلا لازم هز خصري يعني مثلا. ما حدا بالدنيا كلها بحبك أو بيخاف عليك أو بيحس فيك قد ما نحن بنحس فيك. والله الحقيقة هي أول مشاركة لي بمهرجان الإسكندرية كمشاركة حقيقية بوجود فيلم سينمائي سوري، مهم كتير طبعاً كان للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد. كنت سعيدة جداً بالمهرجان، شفت أصدقائي كلهم وتعرفنا على أصدقاء جداد، وصار في كتير نشاطات، ندوات فنية وندوات فكرية وثقافية. كان في ردود أفعال قوية جداً عن الفيلم كشفت لنا عنها سوزان نجم الدين. الفيلم أنا فاجأني أنا شخصياً، يعني أنا مع أني اشتغلت فيه وصورت فيه وبعرف كل تفاصيله، بس فاجأتني النتيجة. لما بتصوري أحياناً ما بتعرفي قيمة الأشياء الصغيرة المخرج عم بجمعها لحتى تطلع بهالشفافية وبهالمصداقية الكتير كبيرة. فعلاً في رؤية مخرج أولاً وآخراً، هو انت جزء من هاي الرؤية. طبعا حضور الفنانة سوزان نجم الدين في فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي كان مميز جدا، خاصة انها تألقت في لوك رائع. هالمرة كنت انا المصممة، هالمرة لانه كنت جاي من بيروت بشكل خاص لمهرجان الأسكندرية، ما لحقت لا شوف مصمم هنيك ولا شوف مصمم بالقاهرة، ما كان معي وقت ابدا ابدا ابدا. فرحت على مكاني المفضل هنيك للسواري واخترت فستانين على السريع، بنص ساعة اخترتهم لقيت اللي بدي اياه. اخترت فستان الافتتاح وفستان الختام وقلت هدول هن اللي لازم البسهم، واجيت جاهزة على الافتتاح، عملت شعر وميك اب بلبنان، واجيت غيرت ثيابي بمطار مطار اسكندرية، ووصلت على المهر على الافتتاح لحقته باخره تقريبا. في كتير ما يعرفوش انه سوزان نجم الدين بتمارس نظام غذائي قاسي جدا للمحافظه على رشاقتها وجمالها. انا خاسه برضو، يعني انا خاسه حوالي 8 كيلو. عايزه تعرفي ازاي؟ اقول لك. طيب هقول لكم برنامج تتبعوه وتطبقوه كويس. طيب انتوا هتاكلوا 5 وجبات في اليوم، 3 اساسي و2 سناكس، ماشي؟ مش لازم تاكلي 6 ولا 4، لازم 5. بصي طبيبة دلوقتي أنا. الوجبات قليلة جدا، ما ينفعش إنك تشربي أو تاكلي بينهم خالص. تشربي مية كتير قبل كل وجبة ومية كتير بعد كل وجبة، وتقدري كل أسبوع تعملي حاجة اسمها خبصة، تاكلي اللي أنت عايزاه. سوزان كان ليها موعد تاني مع الدراما السورية، لكن المرة دي كان في مسلسل شو. أنا تعاقدت على مسلسل شو من حوالي شهر وشوي، دخلوا تصوير من كم. لا ده مسلسل سوري، أعتقد حيكون مهم كتير إن شاء الله. أبطاله مجموعة كبيرة من نجوم سوريا، منهم منى واصف، باسم ياخور، نسرين طافش، شكران مرتجى، لينا حوارني، سمر سامي، مجموعة كتير كبيرة، يعني صباح الجزائري، وفاء مصلي، مجموعة كتير كبيرة من نجوم سوريا المحبوبين كتير. أما الشخصية اللي بتقدمها سوزان في المسلسل فهي شخصية واقعية جدا. دوري اسمي روز، روز قصة حقيقية لناشطة ميدانية حقيقة بالواقع اسمها روز كمان، حكت لنا قصة حياتها، والكاتب أخذ هيدي القصة من قصتها. طبعاً في قصص كتيرة بالحياة يمكن أقسى ويمكن أصعب ويمكن أعمق ويمكن، ولكن حب أنه هو يأخذ قصة فعلاً فتاة حقيقية كانت ناشطة ميدانية في زمن الحرب وخطفت من قبل داعش، فمنفوت من خلالها إلى بعض الأسرار وبعض التفاصيل اللي داعش ما شاء الله اتحفونا فيها. ولأن الشخصية اللي بتقدمها سوزان نجم الدين اتخطفت من داعش، فده عرضها لتهديدات حقيقية. والله عم يجي تهديدات وقصص، بس اتكال على الله. أما عن الدراما المصرية فكشف لنا عنها سوزان نجم الدين قد هي بتحب الدراما واللهجة المصرية. بعشق المصري طبعا، أنا بعشق المصري،
بعشق اللهجة المصرية، بعشق مصر، بحب أتكلم مصري كتير جدا، بحب أتكلم سوري برضو طبعا لغتي الأساسية طبعا، بس برضو إن المصري بياخدك، عارفة زي المزيكا كده بياخدك، يعني من غير ما تشعري أنت بتتكلمي مصري، وأنا بعشق اللهجة دي. ورغم كده إلا إن الفنانة السورية سوزان نجم الدين كانت غايبة عننا في دراما رمضان اللي فاتت. سبب غيابي عن رمضان السنة اللي فاتت إنه السيناريوهات اللي تقدمت لي ما حبتهاش قوي. بصي الورق مهم جدا، ومش بس الواحد مهم، برضو المخرج مهم قوي، والشركة المنتجة مهمة جدا. يعني أنا لازم يكون معايا ثلاث حاجات مفيش استغناء عن واحدة منهم، سيناريو قوي جدا، مخرج قوي جدا، وشركة قوية جدا، وإلا أنا لو سقط واحد منهم فأنا في نسب النجاح تبوظ. كمان من بين آخر المشاركات الدرامية لسوزان مسلسل امرأة من رمضان. يا يوسف ما خليك تاخدي ابني، يا بدي اشرب من دمك. وين ابني وليه؟ لك وين ابني؟ نقلعي من بيتي، نقلعي من بيتي انت وجوزك الأحمد. يلا امرأة من رمضان كانت تجربة كتير مهمة، كتير حلوة، مع المخرج المبدع نجات أنزود. دور صعب جدا جدا جدا، دور نفسي معقد بين واحدة يعني عندها عقل كتير كبير وصاحبة معمل وعندها نفوذ وعندها مال وعندها سلطة، وبنفس الوقت هي مهتزة نفسيا لأنه بيوم من الأيام كانت رايحة تشتري لابنها الوحيدة اللي عمره 6 سنين ما عندها غيره، رايحة تشتري له لعبة بعيد ميلاده وانفجرت فيهم سيارة، مات ابنها قدام عيونها وفقدت جنينها اللي ببطنها، ففقدت الحياة معهم. لكن المسلسل ده عرضها لانتقادات كتير بسبب بعض المشاهد الجريئة. ايه في مشاهد جريئة، بس المشاهد ما بتخدش الحياة، يعني أنا مع الجرأة إلى حد معين، في ليميت لإلها وفي خط أحمر عندي مثل هيدا اللون. ما بتجاوزه، بس انه في ناس ما تقبلت مني كم مشهد لانه متعودين علي انه ادواري كلها راكزه وثقيله وهيك، والعمل ثقيل كثير، بس احيانا الضرورات الدراميه تعملي اشياء تعبر عن المشهد ولكن باقل الاشياء اللي ممكن تزعج.